الفلاح على مدار العام بيشتغل، ودايما بقول هو بيحتفل في ارضه، هو حياته ومتعته كلها العمل. بقول الجزئيه دي دلوقتي ليه تاني؟ لان الفتره القادمه هتحتاج مننا ان احنا ننتبه وان نكون موجودين في ارضنا اطول فتره ممكنه. ليه؟ لان في تغيرات مناخيه، بنتكلم على ارتفاع في درجات الحراره ثم انخفاض شديد، ده بيتطلب مننا ان احنا نتابع ونشوف ايه اللي بيحصل. اتكلمنا مع خبراء الارصاد واتكلمنا مع خبراء الزراعه علشان نسمع منهم التوصيات. كان مهم جدا في هذا التوقيت ان احنا نقول لهم بعض الملحوظات للمزارعين. اولا في بعض المحاصيل تم ذكرها من الدكتور شاكر وقال مش هنروي في هذه الفتره، والمفروض ان احنا ننتبه للجزئيه دي، ما تبقاش قلقان وما تبقاش خايف. قناه مصر الزراعيه في نشره زراعيه وتوصيات فنيه بيتم عرضها على مدار اليوم، تابعوها افهموا منها ايه اللي بيتم عشان تطبقوه في ارض الواقع. الفلاح شاطر جدا، ودايما بقول ان البحث العلمي ابتدى من عند المزارع، هو اللي بيشتغل هو اللي بينتج. في التوقيت ده واحنا بنتكلم عندنا بعض الملفات الاخرى زي الثروه الحيوانيه، في حملات للتحصين وفي وحدات بيطريه. لو في مشكله قابلتك انت عندك الخط الساخن للهيئه العامه للخدمات البيطريه 19561 على مدار اليوم، اتصل بيه قول له ايه المشكله اللي موجوده عندك. في نفس الوقت في ملف مهم وهو ملف التحسين الوراثي. ده خبر انا قلته في بدايه البرنامج لكن انا عايز ارجع تاني معاكم فيه. تابعوا علشان معهد التناسليات بيقوم بمجهود جامد جدا في هذا التوقيت عشان نرفع من كفاءه الحيوانات. اي معلومه مرتبطه بهذه الملفات معاكم عشان نتواصل مع المسؤولين. استاذ ناجح من اسماعيليه اتفضل. صالح، يا استاذ صالح. استاذ سامح اهلا بيك. اتفضل يا فندم. انا عندي الترعه مش فيها ميه، فيها جوص وبردي. اسمها ايه وفين وفي مركز ايه؟ فين ده الترعه؟ مركز. اتحرك بالتليفون لو سمحت. ابو سوير يا فندم. انا مش سامع. ابو سوير؟ ابو سوير، مركز ابو سوير. فابو سوير الترعه اسمها ايه؟ ترعه خمسه، هي تفريعه من ترعه ابو سوير. ترعه خمسه. طب ما فيهاش ميه ليه؟ ترعه معديه القناه الصحراوي. ايوه معدل الطريق الصحراوي اللي وصل للصالح. تمام. الميه بقى مقطوعه عنها ليه بقى لها فتره؟ انا اخر الترعه مقطوعه بتاعت اخر الترعه ما وصلش ميه. انت في نهايه الترعه. اتحرك بالتليفون بس بعد اذنك. انت في نهايه الترعه، هي الترعه دي الترعه دي اتبطنت ولا لسه؟ ايه؟ مبطنه؟ مبطنه الترعه دي؟ لا لا رمليه. طيب سيبني يا حاج صالح، هتواصل مع السيد وكيل وزاره الري وهكلمك تاني ان شاء الله. حاضر، عينيا الاثنين. وده اهميه مشروع تبطين الترع. هو الفلاح هو اللي بيقول بنفسه، بيقول الميه مش واصله لي عشان ايه؟ عشان انا في نهايه الترعه. ما هو ده العداله اللي انا كنت دايما بتكلم عنها. المزارع بيقول لك لا انا اصلا في نهايه الترعه، المسؤولين مش هيخلوا بالهم مني. ما هو المسؤول هيعمل ايه؟ هو بيضخ كميات من في الترعه من المياه، لان في تركيبه محصوليه موجوده، فهو في مقنن مائي لهذا الزمام بيتم اطلاقه. طيب اذا كان انا عندي الترعه فيها مشاكل، هو بيقول عندي فيها بوص وفيها هيش، طب ما المايه مش هتوصل لنهايه الترعه. وده شيء خلاص بقى عادي وطبيعي، لكن عند المزارع شيء مؤلم جدا. مشروع تبطين الترع اللي بيتم النهارده هيقضي على هذه المشكله، هيريحنا من ملف مقلق جدا للمسؤول وللمواطن. اتمنى بقى ان احنا عندنا مناوبات دلوقتي، الساده مهندسي الري يبقوا عارفين كويس جدا ان في ميعاد مناوبه، يبقى في متابعه مع المقاول بحيث ان انا بشتغل في فترات الوقف، فترات اللي ما فيهاش ري، البطاله. استاذ محمود من سوهاج اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشمهندس انا مش عارف اتكلم حضرتك في البرنامج. نعم. بس من عايزين البصل، يعني نتكلم البصل ما فيش يعني ليه سوق هنا الصهاي. انت بتقول لي انا مش عارف الملف اللي انا بتكلم فيه ايه، بس انت عايز تتكلم عن البصل. تمام. انا في الفقره دي اسمها فقره الزراعيه مباشر في داخل برنامج مصر كل يوم، من حقك تتكلم في كل حاجه. اولا انتم في سوهاج بتزرعوا البصل وبيتم تصديره، ليه بتقول ملوش سوق؟ ما فيش سوق يا باشا، يعني اسعاره مثلا يعني تكاليفها كبيره وما جابش يعني تكاليف. هو بكام دلوقتي؟ التجار بيقولوا لك بكام؟ يعني بيقولوا 2000، بيقولوا 7000، 1700، 1800. ده للطن.
للطين. يعني الكيلو ب 2 جنيه. يعني واقل عن كده برضه. اه، انت الفدان عندك بيجيب كام طن؟ بيجيب 15 17 واكثر واقل يعني، ما وتكاليفها زايده يا باشا في العماله وفي الجاز والبزقيه والكيماوي. ايوه. بشكر حضرتك يا استاذ صالح. يا حسن، استاذ حسن، يا استاذ حسن، انت منين يا استاذ حسن؟ انا من منيا القمح. احسن ناس. الله يخليك. بس بالموجب الصغير اللي جالي عاوزين نعرف نروي الثغر بتاع البرتقال. ايوه. اليومين دول هو معاد ريه وبكره ان شاء الله. نروي ولا ما نرويش؟ البرتقال. انت طبعا عندك شبكه ري بالتنقيط. لا. ليه بقى؟ لا غمر، كله عندنا غمر. غمر. طيب. طبعا انا لما اتناقشت في الفقره دي مع الدكتور شاكر كان من توصياته عدم الري في هذه المرحله. هخليه يكلمك على التليفون. يا ريت يا مريم ندخل الدكتور شاكر دلوقتي تاني، يعني نكلم الدكتور شاكر. استاذه مريم، هنكلم الدكتور شاكر. انت في منيا القمح وعندك اشجار برتقال، تروي ولا ما ترويش وانت عندك الري غمر؟ بس انا برضو بشكر حضرتك، تابعنا بقى من التلفزيون، يعني ليه عتاب؟ احنا بنتكلم على اشجار، ليه ما يبقاش انا عندي ري بالتنقيط؟ يعني ليه غمر؟ الموضوع مش هيبقى مكلف. استاذ مصطفى من اسماعيليه، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ استاذ مصطفى من اسكندريه. اهلا وسهلا. يا مرحبا بيك. اتفضل. احنا منطقه مجهول تبع اسكندريه، تمام؟ تمام. وبنشرب من محطه خلط. ايوه. طبعا الدور بيجي لنا كل 35 يوم. انت بتتكلم على يوم. بتتكلم على ميه شرب؟ لا، ميه زرعيه يا فندم. اصل انت قلت بتشرب، واللهجه دي انا بحبها قوي. لما الفلاح يتكلم على زرعه ان هو بني ادم عطشان، دي جميله جدا. انتوا الميه بتجي لكم المفروض كل قد ايه المناوبه؟ المناوبه كل 35 يوم. ايوه. وفي طبعا في جنب مننا فتحة بتيجي من صرف برضه. تمام. فهنا عندنا المحطه بيتلاقوها مع بعض الاثنين، يعني مثلا احنا بس المطلوب ان مثلا ياجروا لنا دي شويه او دي شويه، بحيث ان الزرع ما يستحملش 35 يوم. يعني انت لما بيفتحوا الميه المحطتين بيشتغلوا مع بعض، فانت أيوة. بتقول لا شغل دي وبعدين ريحها وشغل الثانيه. بص يا فندم، احنا اراضينا بتشرب ميه خلط، ده الدور بتاعنا ميه خلط مش ميه تبع النيل، تمام؟ اه، ميه صرف زراعي على ميه حلوه. الله يفتح عليك. وفي بنشرب يعني ميتنا كلها صرف، فطبعا في ميه في فتحه جايه لنا ميه صرف. دي أيوة. بتجينا ما عندناش فيها مشكله، لكن هم بيتلاقوا لنا الميتين مع بعض في توقيت واحد، يعني الميه بتيجي عندنا خمس ايام كل 35 يوم. ايوه. فاحنا مثلا المفروض يعني مثلا الدور كله لو ينوبوها كل 15 يوم تبقى تمام. خلاص. ده مقترح انت ما عرضتوش على السيد وكيل وزاره الري عندك؟ يعني ما رحتش حد قبله؟ والله احنا حاولنا في المشكله دي ياما خالص وما فيش حد استجاب لنا خالص. هخليه يكلمك على تليفونك بكره وهنعرض عليه عشان نعرف ده هيتم ولا لا. وازاي ننفذه؟ حاضر. استاذ عبد النعيم من اسيوط، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتك انا اتصلت قبل كده على مشوار الكماوي. اه. وعندنا في الزمان بتاع البلد ما نزلش نهائي، لا الصيفي اللي عدى ولا الشتوي ده. طيب البلد اسمها ايه؟ اسيوط تبع مركز قريه اسمها بني شعران تبع مركز منفلوط. مركز منفلوط؟ اه. بني شعران. شعران. اه. الشتوي ما فيش ولا شكاره خدتها؟ لا الشتوي ده ولا الصيف اللي قبله. هو ليه في مشكله في الجمعيه نفسها ولا قالوا لك البرامج بتاعت المصانع؟ كل ما نسال في التعاون يقولوا ما فيش، ما جاش. لا ما فيش. في كوره جنبينا جاها. ما هم قاعدين بيعملوا ايه يعني؟ انا عايز ده سؤال انا بساله له، ما فيش وما جاش، بلغتوا المسؤولين، كلمتوا مدير التعاون؟ لو في يقول لك لسه الصرفيه ما جاتش. ولا من الصيفي. ولا لا الصيف اللي عدى ولا الشتوي ده. سبت رقم مكتوب. الشتوي هيقفل يعني على اخر الشهر ده بيقفل. اه. اديني فرصه بكره الصبح ان شاء الله، عينيا الاثنين. انت زارع ايه دلوقتي؟ احنا زارعين قمح وفول يعني المحاصيل الحقليه العاديه. حاضر. بكره الصبح هتلاقيني بكلم حضرتك، عينيا. يا استاذ محمد. محمد استاذ سامح الله يخليك. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. الله يبارك فيك يا مشرف. انا ليا طلب استاذ الله لو سمحت. عينيا. الله يخليك. كنت بستفسر في مهندس من
الثري الكبير تقريبا تبع الشرقيه، منتخب ثلاثي الفيومي الرصبي. كنت عاوز رقم تليفونه بس لو اتواصل معاه. انت اللي انا فهمته من كلامك كان في فقره في القناه هنا بيتكلم على السلالات المصريه من الدواجن. في سلاله مهندس اسمه وائل ديربي باين تقريبا، شركه الديربي للدواجن. ما هو انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه، لكن احنا هنا ممكن اتواصل لك مع معهد صحه الحيوان وقسم الدواجن ونعرف، او معهد التغذيه، نعرف السلالات اللي موجوده ونوصلك بيهم. حاضر، انت عايز تجيب سلالات بلدية صح؟ هو لو منتخب المهندس ده منتخب سلالة من الفيومي والجميزة. هو انت مربي دواجن اساسا؟ انا مربي دواجن. عندك عنبر؟ ان شاء الله. السعة بتاعته قد ايه؟ 200 متر. قد ايه؟ 200 متر يا فندم. لا، السعة بتاعته يعني بياخد كام في الدورة؟ كام دجاجة؟ بياخد 2000. 2000. بتربي ايه بقى الاصناف اللي انت بتجيبها، بتجيب ايه؟ انا صراحه ما ربيتش ابيض، انا بربي بلد على طول. فانا كنت سمعت يعني في برنامج بيتعامل مع الاستاذ محمد غانم ان المهندس ده بيطلع صنف اسمه رزي من منتخبه من الفيومي والجميزه وبيدي تحويل كويس يعني ومنحته وكده. فانا كنت يعني عاوز، حتى اتواصلت على النت ما عرفتش اجيب رقم تليفونه وكده. خلاص سيبني انا اتكلم. لا انا هعمل لك فقره عن الدواجن بحيث ان انت تعرف السلالات اللي موجوده وايه افضلها ما عندك، تعرف تربيه، تعرف تشتغل فيه بحيث ان انت تقدر تستفيد. حاضر، بشكر حضرتك. يعني واحنا بنتكلم في ملف الدواجن، هو الاستاذ محمد اتكلم في جزئيه حلوه قوي انا اثرتها قبل كده. احنا بنشتغل على السلالات المستورده، فراخ البيضه، تمام؟ ليه احنا بنتكلم عن الدواجن البيضه على طول؟ لان هي معدل التحويل بتاعها سريع. طيب احنا عندنا سلالات محلية، والسلالات المحلية ليها مذاق تاني خالص. طيب السلالات المحلية اخبارها ايه؟ السلالات الاجنبية اللي احنا بنجيبها وبنستوردها عشان نربيها دي اتصرف عليها فلوس ضخمة، ميزانيات ضخمة جدا، بحث علمي عشان يطوروا من ادائها ومن تحسين السلالة بحيث ان هي بقى اقل معدل تغذية تديني انتاج لحوم وتديني انتاج بيض. طب السلالات المحلية أخبارها إيه؟ لا، السلالات المحلية للأسف اتأخرنا في هذا الملف. دلوقتي في شغل كبير جدا إن احنا نرفع من كفاءتها علشان نحافظ على المذاق ويبقى في معدل تحويل أعلى. السيد من الغربية اتفضل. يا أستاذ سيد. ألو. أهلا بيك. ألو. أهلا بس. أيوة يا باشا. اتفضل. أيوة يا باشا، أنا الوقت عندنا بالنسبة للبطاطس زارع فدان بطاطس شيك. أيوة. وقلعت وصارف عليه مصاريف كتير مش لاقي حد يشتريه. ما هو انت عارف واحنا كنا بنتكلم في الفقره السابقه على البطاطس وعلى تصديرها. فدي كلها يعني احنا بنزرع، لان البطاطس شغاله كلنا بنزرع بطاطس. وحصلت ازمه كورونا فاثرت على التصدير، فهي دي ازمه عالميه، ازمه كورونا. بشكر حضرتك. استاذ بلال من الشرقيه اتفضل. الو. اهلا وسهلا. زي حضرتك يا باشا. اهلا بيك يا فندم. منور الدنيا. بوجود حضرتك الف شكر. اول حاجه طلعت الكساره في صفحات جديده شرقيه. ايوه. ما فيش ميه بقى لها كده داخلين 25 يوم ل 30 يوم. وطبعا انا ما نعرفش من ايه بالظبط، لان انا طبعا بعيد الترعه الطويله شويه، فانا ما اعرفش ايه السبب يعني. اكيد عارف ان في تبطين في اولها، صدق انا بقول لك بقى حتى لو حضرتك مش عارف. فالمفروض ان هم بيراعوا مواعيد المنوبه، هي المنوبه بتاعتها كام وكام عماله وكام بطاله؟ لا هي عامه ما بتقطعش عندنا في الكساره كتير، يعني ممكن في الشهر تقطع 3 ايام او 4 ايام 5 ايام مش كتير يعني. ايوه، خلي بالك ان احنا في الشتاء وداخلين على نوبه من الصقيع شديده، فهي ترعت الكساره. ما هو ده طبعا هو ده سبب الاتصال، لان انا داخل في نوبه برد، فلابد ان انا اروي المانجا والبرتقال عشان درجة الحرارة منخفضة. طيب انت دلوقتي عايز تعرف ترعة الكسارة تحديدا المية ما فيهاش ليه دلوقتي؟ احنا بكرة ان شاء الله في الفقرة بتاعت الزراعية مباشر كل المشاكل اللي جات لي النهاردة هنرد عليها بسرعة وهنقول ايه اللي حصل فيها. تاني حاجة تاني حاجة باشا. ايوه. انت حضرتك بتتكلم عن التنقيط والري الغمر. ايوه. الري الغمر
ما مش هيعرف قيمه الطلقيط غير اللي ينقل الطلقيط. صح. يعني انت تدقن ست ساعات ري انا برويه في 10 دقائق في ربع ساعه. اربع شكاير مثلا ملح انا بدي 5 كيلو من فدان او 6 كيلو من فدان. انت كده بقى بتكلمني عن تجربتك وانا فرحان جدا، عايز الناس كلها تسمع. اللي بيتروي في 6 ساعات راحه. الراحه سامح. يعني انا كنت الاول فات، وطبعا انت حضرتك دلوقتي لسه بتقول في موجه برد، فانا موجه البرد دي لازم ابل الارض. صح. طب انا بالله ازاي؟ ما ينفعش بالله انا يروي غمر يا مرويش. طب بالله ازاي؟ او على الحامي ازاي؟ ما ينفعش على الحامي عندي. لا انت الري انت 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 عندك ري غمر ولا تنقيط؟ لا انا قصدي انا تنقيط. انا قصدي لو حضرتك دلوقتي اديتني النصيحه ان انا اروي على الحامي وانا غمر ما اعرفش، لكن انا دلوقتي حضرتك بسمع حضرتك بتقول لي في بكره موجه. طب ما انا دلوقتي دي انا مش متخصص في الزراعه، انت عارف ان انا اعلامي وبتناقش مع المتخصصين. النهارده انا لو عايز يعني ادفي الارض بدل ما هفتح النقاط زي ما انت بتقول 10 دقايق، لا ما انا هسيبه فتره اطول عشان ادفي الارض بالميه، فهي نسبه وتناسب حسب احتياجاتك. انما لما يكون انا عندي الري اللي هو بالغمر انا بغرق الارض مش برويها، في فرق كبير جدا. سيبني بقى اشوف لك الملف بتاع ترعه الكساره وهرد عليك بكره ان شاء الله. عينيا الاثنين. معانا محسن من الدقهليه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. سلامتك. سيادتك بالنسبه للمحاصيل طبعا احنا انا راجل بزرع صوب، واخد بال حضرتك، فلفل وخيار وكلام من ده. ايوه. طبعا عندي الاسمده عاليه في اسعارها سليم، اذا كان البوتاسيوم او المغنيسيوم او الكيماوي الازوت يعني عامه كله، المبيدات غاليه سليم، واسعار الفلفل ببلاش واسعار الطماطم ببلاش يعني احنا ما بنجيبش اجره الانفار واجره الكراتين اللي بنعبي فيها. ايوه قول لي وبعدين؟ واخد بال حضرتك؟ يعني احنا كده بنخسر، يعني احنا نعمل ايه؟ احنا كده يعني سنه عن سنه. بقول لك انت هتكلم بقى زي ما انت قلت، انت الحيازه بتاعتك قد ايه؟ انا عندي 60 صوبه واخد بال حضرتك. 60 صوبه؟ عندي 60 صوبه واخد بالك، وعندي زارع 30 فدان بنجر. طبعا مأجر ارض غير الارض اللي معايا. انت ارضك فين بالظبط؟ انا في الدقهليه بالقاس. 60 صوبه دول في بالقاس، زارعهم ايه؟ جمعيه النور لاستصلاح الاراضي وجمعيه الامان لاستصلاح الاراضي. زارعهم ايه؟ انا شو زيان. زارعهم ايه؟ انا زارع بنجر وزارع فلفل وزارع داخل طماطم. الصوبه داخل الصوبه زارع فلفل طبعا. داخل الصوبه زارع فلفل وشطه. طيب سليم. طب سليم بقى، انا على حد معلوماتي الفلفل من المحاصيل اللي بتتباع بسرعه جدا ما بتخسرش. البنجر وشغلي كله تنقيط. البنجر زراعه تعاقديه تمام؟ يعني كده كده متباع. ايوه. حضرتك بتقول انا عمال اصرف اصرف وما بكسبش، ليه ما بتكسبش؟ ما انت حاجتك ما شاء الله متباعه اهي. لا حضرتك انا بتكلم في الفلفل اسعاره نايمه جدا. هي فتره ممكن تكون فتره معينه، انما انت عارف ان الفلفل ده سعره جيد وسهل في التسويق. طب ليه حضرتك يعني احنا سلعتنا دايما رخيصه ودايما اللي احنا بنستخدمه غالي؟ يعني الموجودات مولعه نار ما بتنزلش، التسميد مولع نار ما بينزلش. يعني اي حاجه اللي انا بحتاجها للزراعه بتاعتي، خراطيم، جاز، اي حاجه. بص اي مشروع اي مشروع، وانت انا بتكلم معاك على فكره، انا مش معترض على كلامك، انا بناقشك. اي مشروع في حاجه اسمها دراسه جدوى، انا بصرف قد ايه وفي الاخر هكسب ايه عشان اطلع حاجه اكسب منها واكل عيش. صدقني انت لو ما بتكسبش مش هتشتغل، زعلش مني. وبعدين انت حضرتك من المزارعين الشطار، لما تقول لي انا عندي 60 صوبه انا عارف يعني ايه صوبه وبتتكلف قد ايه، وعارف ان اللي بيزرع الصوبه مستنير، يعني عارف ان ليها طريقه معينه في الري وفي الزراعه وفي التسميد. ما يشيل انا هجيب شكاير اسمده وهحط من غير دراسه. انا بقى بضم صوتي لصوتك في حاجه تانية خالص. ايوه. ولسه قايلها من قليل، الزراعه التعاقديه مهمه جدا، وده قانون الدوله بتشتغل عليه، بحيث ان انا ما ازرعش حاجه غير لما اكون عارف سعرها كام وعارف مين اللي هياخدها مني. عشان مثلا انت شفت البطاطس نجحت، كلنا بنزرع بطاطس، فيحصل عندي ارتفاع شديد في اجمالي الناتج، يحصل كساد والسعر يقع زي ما بيحصل في الارز.
الزراعه التعاقديه مهمه جدا. بشكر حضرتك يا فندم. استاذ احمد من المنوفيه اتفضل. يا اهلا وسهلا. بعد اذن حضرتك، احنا محافظه المنوفيه مركز الشهداء. ايوه. احنا عندنا اخواتنا الفلاحين في اراضي طرح النيل. ايوه. راحوا الجمعيه الزراعيه ان هم يصرفوا كيماوي، يعملوا لهم حاجه اسمها بحث او معاينات عشان يصرفوا لهم كيماوي. ايوه. قال لك لسه ما جاتلناش تعليمات من انت مش وكدا. تعليمات، انت بتروح تاخد جواب من الري ان انت وضع قانوني بتروح بيه الجمعيه بيصرف لك، من غير الجواب من الري ده مش هتصرف. الجوابات موجوده يا فندم. ما صرفلكش ليه؟ احنا جمعيه قال لك لسه ما جاتلناش تعليمات بخصوص الموضوع ده عشان لسه التحديثات الجديده بتاعت الفيز بتاعت البطاقه. لا لا لا، قول لي الجمعيه اسمها ايه؟ في مركز ايه؟ انت قلت لي الشهداء تمام؟ والجمعيه اسمها ايه؟ قريه بشتاني. تمام، بلتاني، والجمعيه اسمها ايه؟ الجمعيه الزراعيه في قريه بشتاني. بيش تاني، حاضر. اه رقمك مع زملائي في الاعداد. الناس الاهالي اللي هم زي حالتنا كده مؤجرين برضو بيعملوا طلبات عشان هم يصرفوا كيماوي، يقول لهم لازم تعملوا حيازات اللي هي الحيازات الجديده. ما هو الحيازه الالكترونيه انا بقالي فتره كل المسؤولين استضفناها. ده شيء مهم جدا علشان انتوا اللي هتستفيدوا. فانت لو ورقك سليم. انا معانا بخصوص انا مثلا راجل مؤجر، فالمؤجر بيقول لي مثلا الارض دي عليها مثلا خلافات او عليها خلافات، يبقى ما بص انت ركز معايا. اتفضل. طرح النهر حاجه، وواحد مأجر وفي ارض عليها خلافات دي حاجه تانية خالص. انت طرح النهر اسمعني بس، انا بسمعك. طرح النهر انت مأجره من الدوله من الري. تمام. انما ارض عليها خلافات، واحد واخد الارض من ورثه او من اخواته ولسه في نزاع، ده شيء تاني خالص. انا هكلم المدير الجمعيه بكره اعرف منه انتوا ما بتصرفوش ليه، وهخليه يتصل بيك وهرجع اجيب المشكله دي تاني على الهواء بكره باذن الله. بشكر حضرتك. مصر كل يوم. كنا معاكم النهارده من الساعه 8، اتكلمنا معاكم في الاخبار المهمه، كان معانا فقره حواريه مهمه جدا عن مستقبل التصدير، كان ختمه في الختام فقره الزراعيه مباشر اللي هي مفتوحه لحضراتكم عشان نسمع اقتراحاتكم في كل مناحي الحياه ونوصل رسالتكم للمسؤول. تصبحوا على خير.